كما قلت في اول الحصه كان بريفو يكون معنا لاعب النجم الساحلي علي البريقي، لكن ظرف خاص منعه مش يكون محظور بوجود بحرين اليوم في الاستوديو، لكن هاو خذينا علي بالتليفون ناخذ عنده شنو عنده جديد. علي اهلا بك. اهلا اخويا، مرحبا يا اخويا. مرحبا اخويا مره اخرى لما جيت اخويا. ماذا بينا كنا تكون بحذانا اخويا علي؟ ها؟ كان ماذا بينا تكون بحذانا نحن؟ والله كيفك، والله العظيم كيفك، ماك تعرف اخويا واحد لك شويه خدمه وشويه كذا، والله العظيم بغفور. لحظه نتبعوا فيك على الانستغرام الساعه بدلت القلمه برامون، فما سينيا ودولاب وفلاحه ظهر لي هكا. لا كبدي، لا كبدي، ما بدلتش الاقلام. اما واحد يحاول لك باش يغلف شويه في الحياه، معناها يسعى على روحه وما يقعدش يقعدش يستنى، معناها يلزم واحد ينتج يجيب من قوته، معناها وكاو. اي مشروع جديد ظهر لي ولا قديمه الحكايه؟ والله هو بدا بغرام صراحه، بدا بغرام معناها قبل يعرفوني يعني ربي الكبير شو كذا، ومن بعد بشويه بشويه دخلت شويه هكا في الفلاحه، وليت نشوف و وخذيت هكا شويه غنم وشويه كذا وكهوه. استيأسنا بالملاعب يحلوا قهوه علي، انت بدلت جمله ظهر لي. لا والله ما هو جوي برشا صراحه. به علي خلينا نعرف جديدك، شنو فما جديد من اللي خرجت من ايطوال ظهر لي ما سمعناش برشا اخبار عليك، اعطينا التفاصيل. ساعه خرجت من ايطوال ولا ما زلت ساعه؟ خلينا نفهم. اي خويا ليبر. اي وفيك كنت راتوك. احكينا شويه تفاصيل عن نهايه العلاقه مع النجم، ما تقترحوش عليك التجديد ولا؟ والله خويا ملي وفينا تقابلنا مره برك مع سيريدا، قال راهو وقتها ما عرفش جوارات مع بعضنا، قال باش نقابلو، قال ما عادش باش نعاودو، قلنا اوكي، معناتها قعدت ما بيناتنا الفلوس. فهمت كهو، من نهارتها ما عاودنيش، ما عاودش لا فما اتصال لا فما حد شيء، ما عادش هو مهز التليفون، ما عاد فما حد شيء كهو يعني. بور لو مومون ليبر، نستنى في حاجه وكهو ربي يسهل خويا. علي الظهالي من 2010 في النجم الساحلي، عطيت برشا ليتوال، ساهمت في برشا القاب، سجلت برشا اهداف حاسمه. الطريقه نتاع الخروج مش كان انت، انت واهم الكوادر نتاع ليتوال الوقت نتاع الجيل هذاك كيما بوغطاس توا سعي عمر الجمل قبل الملاعبيه ذوما، عطيتوا برشا ليتوال، الطريقه ما كانتش ولا بد ولا؟ والله يا خويا بكيك، والله شيء يوجع القلب، والله ما نحبش هكا معناتها ما نكذبش عليك، واحد يحس يعني يحس جمعيته متربي فيها من اللي احنا صغار، سيرتو احنا ولاد الاطوال يمكن فوق 18 سنه يعني بنفس المريول وبنفس الشعار. مش نقول لك خويا الاطوال تقعد ديما عزيزه وغاليه علينا، اما بصراحه المسؤولين اللي توا شادين ولا ما نجمش نقول، معناتها ما نجمش نقول كيش باش نقول لك، انا نجم نقول كان اشبه مسؤولين كهو معناها كهو. علي خاطر العمناوي لنهايه الموسم تم منعكم حتى من التدرب مع الفريق، معناها هكا ولا؟ صحيح ضرتكم شويه حتى توا معناتها في العروض واحد ولا الفريق القادم ظهر لي ملاعب يبدا يترين على الاقل خير يكون من ملاعب ماشي. والله العظيم مش ما بداوش ضرتنا ياسر، سيرتو احنا انا اللي قعدنا ما رجعناش وبعدت شويه، يعني نحكي على روحي بيرسونيل مون، بعيد شويه على الميديا وبعيد معناتها على الاجواء هذيك، زدت اضطريت اكثر فهمت. والعباد ما تعرف خويا اي ترونير يشد ولا اي مسؤول ديما يحب على مصلحه جمعيته ويحب جوارات حاضره، عندهم الحق هما، وكيف نحن زاد معناتها ما نجمتش كيف نقول لك عجزوني معناها ما بقيت ما نعمل باش نشكي بجمعيتي وقتها، ماهوش ظرف اللي باش نجم تشكي فيه واضح. ومش تقعد زاد هاني قعدت معناها كيما نقولوا قعدت كيك تو برلومو مو مازلت ما عملت حتى شيء وكهو خويا ربي سهل، وش باش نقول والله يهديهم وكهو. كهو اش عملت في الشكايه نتاع الفلوس عليا؟ لقيتوا حل ولا عملت شكايه كيفاش؟ والله خويا يعني هذايا حتى تو فما باج هبطت معناها اللي يعني خليت فلوس، صحيح عندي فلوس في الاتوال وتفهمنا وبروبوزيت واعطيتهم برشا حلول بتاع انه اني ما انت قلت لهم اعطيوني حتى ترونش جوست واحد باش يتحرك، زاد عندي عائله ورايا، عندي ما نعرفش، عندي اموري، عندي حكاياتي، عندي يا خويا الفلاحه ما يسالش، يعني زاد مع الفلاحه نحب نعمل مشروع في الفلاحه، نحب معناتها اعطيني فلوس يعطيني ترونش، قلت لهم اعطيوني ترونش، اعطيوني الباقي، اعطيوني شهيري، اعطيوني شيكات، معناها اعطيت 20,000 حل
والرد كالعاده ما كان كان علاش قلت لك راه ينجم يكونوا بعض هم المسؤولين اللي نجم يكونوا معناتها اشبه مسؤولين انه مسؤول يجي الولد الاطوال بالذات ويقول له برا اشكي وعندي صعيبة. انا نجم نقول لك بالموثق صعيبه تشكي خاصه في السيتوياسيون بتاعك انت يحطك انه لا اسمع الجمهور هكا ولا هذاك هو اللي ما يجيش يعني انا الجمهور يعرفوني العباد وماوش حد باش يجي يقول لي انا شنو نحب الاطوال ولا باش يجي يقول لي انا نحب الاطوال اكثر منك هذه حاجه مستحيله وما لازم حد يوصل في الـ في الـ في, الـ في الحكايه هذه اما ما تجيش معناها خاطر معناها نجم نقولوا الاطوال تمر بظرف صعيب ياسر ونعرفوه الشيء هذا اما انت توصل تجي تقول لي برا اشكي وإحنا تو معنا ما نعملوا لك ومن بعد تولي ومعاش تهزوا علي التليفون ومن با تهز التليفون ومن با ترجع لي تولي برشا وجيعة بصراحة برشا وجيعة وزيدوا هذا الكل اللي احنا ما خلوناش نترانيه معناها لا يزي انت ما تخلصنيش ولا يزي ما 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 ما, ما تخلينيش نترانى هاي هانا قاعدين خوي اما راهو ما نكذبش عليك راهو مش يجي نهار باش نخليش زاداني عائلتي زاد تتضر معايا يعني اوكي نجم نتصرف نجم ننتج ما نعرفش يعني يعرفوني العباد اللي يعني نجم نتصرف معناها باش نجيب له فرنك اما مش باش نخلي العائله زاد تتمرمد معايا صحيح انا راه باش يجي نهار باش نشكي باش الفلوس زاد ما تموتش عليا وكهو معناها ماني من نهار هذايا من اللي عملوه فيا بصراحه اي انسان ينجم يكون معناها في بلاصتي ما نجمش يسامح ولا حتى في ما نعرفش يعني 100 فرنك ولا ما نعرفش هذا حسبك معناتها في السيتياسيون تاعي يعني قداش المبلغ عليا كان تنجم تقول لنا على المبلغ والله نجمش نقول اما اخويا برشا فلوس فما 500 مليون لا مش في الصيف هذيك خاطر 500 مليون نولي رئيس واحد يعني اقل ما فلوس برشا فلوس معناها فلوس تنزلت انت على مبلغ معين ولا لا قلت اعطيتهم حلول والله اعطيت ونحيت وقلت لهم نحيوا لي هذوما وفي نحيت زاد الشهري خاطر بتاع الكورونا قالوا شطر اي بس لعبت تفهم ناخذ شطر قبلت بشطر معناها وما خذيتش حتى شطر وما خذيتش باش لعبت تفهم عليا باش لعبت تفهم عليا والجمهور الاتوال يعرف السيتياسيون اللي تحدد فيها انت اعطينا قداش نزلت معناها باش نعرف قداش عطيت الاتوال معناها مش على نزلت ولا مش نزلتش انا اعطيتهم 20 حل معناها اعطيتك حل نتاع انك باش تخلصني اعطيني ترونش الاولى حتى شويه معناها جوست باش تتحرك وباش نمشي مش نتحرك اعطيني الباقي شيكات مش لازم شيكات اعطوني ورقه تضمن لي حقي نتاع نهار اخر خاطر نعرفوا احنا لو 25 ديسمبر ولا 31 ديسمبر ما عادش عندك حق معناها يموتوا عليك ما عادش عندك الحق معناها جوست اضمن لي انت حقي ومش مشكله معناها اعطيهم لي نلقاو الحل اعطيهم لي شهري اقسمهم لي على عام اخويا ما خليتش مذوحك معناها ورس وليدي اللي نزيد عليكم كلمه اللي هما ما يحب حد يهز التليفون مثالش قول لي راني ما عنديش وما نجمش نعطيك ولا اي حاجه اما ما تخلينيش هكاك معناها مش بعد اللي عملناه زي الكل نخرج هكاك وحد ما يعبرك معناها لا اذا كان هزوا لنا التليفون اذا كان توصل تقول له قصدت على عام معناها ما خليت ما عملت معناها والله العظيم وبالشهاد زاده وبشهاده الكاتب العام نتاع الاتوال مشيت له للبيرو ومشيت غادي فما مسؤولين اخرين اللي هما معناتها اللي قاعدين غادي في البيروات وكذا وراوني وقعدت معاه وحكيت معاه بروبوزيت عليه وقال لي مش نوصل له ومن بعد عاود رجع لي وقال لي راهو قالوا تو ما نجموش نعطيه ولا شنو عاود كلمت سيريضا ما يهزش التليفون بالمره وبالمرتين دونك انا ما عنديش حل اخر ظهر لي بخلاف معناها باللي عملته هذا كله ونحينا مثالش اني شو عملت وكذا هذيك ماهيش بديه جمعيتي ما عنديش حتى ادنى مشكله والله العظيم العباد القراب اللي يعرفوني لاني ما عنديش مشكله باش ننساه ولا مش باش ننساه انا الحمد لله يا ربي التاريخ وكتبناه واللي طمحت عليه من لاني صغير عملته سي بون معناها والنومرو اللي اني مش كور به خذيته معناها الواحد اللي حاجته به الكل عمله اما توصل انك معناها من با تهز التليفون ما حاجتيش زاد باش تخلص من با تهز التليفون وقتها ما عادش معناها ما خليتش معايا انت تو فهمتك اي صحيح واكريتوني لابروفونيل اللي يعني ما نخرجش للصحافه وهاو حاجه اخرى زاد اللي يعني من با هاو في سوسه هاو قدام العباد ويعرفوني مرضت ومعناتها صارت جدتي توفيت ومعاها عمتي فرد جمعه وكذا ومع بيت مسؤولين من با هزوا التليفون وفرد جمعه ومرضنا بالكورونا وعملنا ما في بالناش والعباد ما قلنا لهمش وما ناش من النوعيه اللي تمشي تشفي ولا باش نقولوا راه وكذا وكذا اما بصراحه
ما عندهمش حتى جرام نتاع انسانيه ولا يحسوا بالعبيد ولا واني راهو معناتها كيما نقولوا الكا الحمد لله يا ربي معناتها بارابور العبيد اما زاد عندنا برشا جوارات الهوت هم بكري كانوا بحذايا والله نتاع الفولي زاد كيف كيف معناها شو نقول يعني كان ربي يهدي وكهو ما عنديش كهو وضع صعيب باهي خلينا نحكي شويه على المستقبل علي هاي فما شي حويجه تو والله يا عزيز خوك بور لو مومون فما ان شاء الله مازال ما فماش حتى شيء اوفيسيال فما شويه اتصالات من مصر تونس بور لو مومون كلمني الواش باش ما نكذبش سي وجيه الجري اتحاد بن قردان اي اما خلطت اني قعدت تكا شويه قعدت معناتها كان كنت ثاني كنت نجم نضرب شويه قعدت نستنى قلت فماش حاجه تجيش البرة كذا خيرت معناها اني نخرج قبل معناها من الوحده هما خذاو 8 ريكروتمونات كملوا نورمالمون هكا كهو معناها بور لو مومون نستنى وخويا نترنى وحدي نترنى في الساله نترنى وكهو بريباراتور اليوم قضيت في بعض الصفحات اليوم قضيت في بعض الباجيت سي ا بي فما حاجه سي ا بي والله يا غالي يعني راني ما مازال ما وصلني شيء في التليفون ولا حاجه راني مازال ما وصلني شيء اما اذا فما علاش ليه يعني مانيش من النوعيه اللي تتشرط يعني فهمتك ماصر شكون قلت لي العروض منين والله يا خويا فما كيك جمعتين ثلاثه هكا بور لو مومون كراو كلموني مدى جيرا راني ما وصلني حتى شيء اوفيسيال راني مش ما نكذبش ما وصلني حتى شيء اوفيسيال نتاع جمعيه فلان الفلانيه راهو بعث لي راهو بور لو مومون راهو مدى جيرا تكلم بيا والله اخويا ورسوله اعلم واضح يعطيك الصحه يا علي ما زلنا لي خويا اسلم نسالوك الدعوه اخويا بتجيب حذينا يا دي عيني ليك والله عيني ليك اسلم ما غير والله العظيم ظرف اليوم اخويا وسامحوني مره اخرى وان شاء الله نعاود لكم فيما خير ان شاء الله ان شاء الله المره الجايه نجيكم حتى ان شاء الله حتى بتيت راي ان شاء الله حتى بتيت يعطيك الصحه شكرا لك علي البريكي لاعب سابق خلينا نقول النجم السياحي بعد نهايه عقده ان شاء الله تلقى حل مع جمعيتك فريق كلوم الاتوال بخصوص المستحقات الماليه نتاعك وان شاء الله نشوفوك في فريق اخر نشوفوك خاطر مازلت تظهر لي مازال صغير علي بريكي مازال قادر يعطي للكره في تونس هكا نوصلوا لنهايه حصتنا اليوم في زون ميكس تابعتوا اكيد في الساعه ونص الاولى الحوار مع ضيوفنا كانوا سامي العكريمي كذلك طارق المسعودي وسام العابدي في التحليل الفني مقابله تونس تنزانيا في الساعه الثانيه كان بريفيو يكون بحذنا علي بريكي لكن طارق خاص منعه من حضورك اخذناه بالتليفون خذينا منه اهم المستجدات ان شاء الله المره القادمه يكون بحذنا ناخذ من عنده اكثر تفاصيل على كواليس مسيرته الرياضيه شكرا اماني ساسي اماني بن نصر في الاخراج شكرا قبلها اماني ساسي في الاخراج شكرا فدوى الدبيدي في الاعداد ادم المدبلي امن لكم اللايف ستريمينج على الباج فيسبوك اجمل تحيات